اهلا بحضراتكم من جديد وفقره الفار، الفقره التحكيميه الاسبوعيه في برنامج الترند اللي اكيد فيها تفاصيل وكواليس. مش بنتكلم في الحالات التحكيميه فقط او بنتكلم في الامور الفنيه اللي بتحصل في المباريات، ولكن في كواليس وفيما وراء الستار متعلق بملف التحكيم. واكيد الموسم بادئ سخن جدا، لجنه موجوده، لجنه مشت، جت لجنه جديده هتقعد فتره مؤقته، في مجلس اداره جاي، هل هيجيب خبير اجنبي؟ ملفات كتيره بنناقشها بالتاكيد كل اسبوع من خلال برنامج الترند. النهارده اكيد هيكون عندنا تفاصيل كتيره، يعني كثيره وجديده الاثنين في نفس الوقت. بس قبل ما ادخل في اي تفاصيل لازم بالتاكيد في البدايه ارحب بالكابتن ناصر عباس الخبير التحكيمي هنا في قناه الاهلي واللي بينورنا وبيشرفنا دايما في فقره الفار. كابتن ناصر مساء الفل وازيك؟ مساء الخير على الكابتن محمد وتحياتي لحضرتك وكل مشاهدي قناه نادي الاهلي في كل مكان. النهارده الكابتن ناصر هو ما خدش القرار وصفر، انا اللي هصفر، وارحب بالتاكيد بضيف فقره الفار النهارده اللي معانا ولاول مره، واحنا بنعمل دايما تنوع كده في هذه الفقره التحكيميه. معانا الكابتن ايمن نادي جيش احد الحكام المساعدين الدوليين اللي ليه باع طويل جدا في الملاعب، وكمان احد اعضاء اللجنه السابقه في فترات طويله جدا، اشتغل مع خبراء اجانب واشتغل مع يعني رؤساء لجان مصريين، فعنده خبرات كتيره جدا في لجان التحكيم زي كابتن ناصر كمان في فترات سابقه. كابتن ايمن منور الدنيا وسعداء بوجودك معانا على شاشه قناه الاهلي. نورك يا كابتن محمد، تحياتي ليك والقناه الاهلي والساده المشاهدين، وبرحب بالكابتن ناصر وسعيد اني موجود معاكم النهارده. سعداء بوجودك، طبعا كنت شرفتنا في قناه الاهلي فترات طويله، بس النهارده عوده كده بعد غياب فتره. بشرف بيك وحبيبي دايما. اهلا بيك حبيبي. طيب ابدا معاك كابتن ناصر، لجنه موجوده وجت لجنه جديده، وكنا كل اللي بنقوله على اللجنه السابقه يمكن يتنفذ او يتحقق على ارض الواقع. امور فنيه مش موجوده، خلافات كبيره شايفينها موجوده على الساحه. فلما اتخذ القرار بتعيين لجنه جديده، اللجنه اعلنت استراتيجيه نفس التفاصيل اللي كنا بنتكلم عليها قبل كده. يا كابتن ناصر، انا اولا سعيد جدا جدا ان احنا كنا فتره كابتن محمد اشتغلنا على الجزء دوت وقلنا مطالبنا ايه او وجهه نظرنا ايه في القصه الخاصه بلجنه الحكام. والحمد لله كل اللي احنا قلناه كابتن محمد في الفتره ديت اتحقق مع لجنه الكابتن ياسر عبد الرؤوف. كل شيء هم طلبوه اتوافق عليه. بس السؤال هنا هو انتوا ليه ما عملتوش الكلام دوت مع اللجنه اللي فاتت؟ لان المطالب كان ليهم مطالب ايضا، للاسف انتم يعني ما لبيتوش المطالب دي. تقصد الاتحاد؟ اه. طب يمكن اللجنه ما طلبتش؟ اللجنه طلبت. طلبت؟ اكتر من مره، وانا قلت الكلام دوت ان هم طلبوا اكتر من مره. بس انا هنا بلوم على اللجنه ليه؟ لان لما انا اطلب يا ايمن حاجات تساعدني في لجنه الحكام وبعدين انا مش بلاقيها متوفره، يبقى لازم اخد بعضي واسيب اللجنه وامشي. مظبوط، ده الصح. انما ان انا اقعد وفي امور كتيره جدا جدا فايتاني من الاتحاد، سواء بقى تشكيل لجنه سواء معسكرات. كابتن الموسم تم اعداده بشكل يعني غريب جدا، موسم مش جيد، بدايه المعسكرات، موسم فيه مشاكل تحكيميه، وانت عارف كل الكلام ده احنا اتكلمنا فيه، مفيش داعي ان احنا نتكلم فيه تاني. ولكن انا بقول لما بيكون اللجنه ليها مطالب ولجنه قويه تقدر ان هي تشتغل، ودي البدايه. دايما بنقول بالتوفيق طبعا لجنه الحكام اللي جايه من خلال قناه النادي الاهلي كابتن محمد، واحنا هنا بنبرز بعض الامور اللي بنلفت فيها النظر للجنه الحكام الحاليه. مش بننتقد ولا حاجه، احنا معاكم دايما واقفين في ظهركم. محمد سعيد وقناه الاهلي والترند وكل القنوات اللي هي بتساعد على التحكيم او بتدعم التحكيم محتاجين ان احنا نشوف حاجه جديده. نتمنى. احنا عندنا يمكن حلقه النهارده، اتمنى ان لجنه الحكام تشوفها، حلقه مهمه جدا جدا جدا. بيتابعوا ما تقلقش. اتمنى كابتن ايمن النهارده حلقه جميله جدا جدا. بس.